زه ډیر زیاته صبر سیب د صبر سیب بخنه غواړم دا شاعرانو ناتخانانو ملګرو نه چې غیر غلی دي او اوسم بلا کسان نمونه زما سره لیکلي د هری پور نه کسان راغلي د لر لر زوینو نه راغلي د لون خور نه راغلي د جلالان راغلي زه ډیر بخنه غواړم وخت ډیر زیات لند تنگ دي او ان شاء الله آینده پروګرامونه زموږ دلته هر وخت جاری او ساری دی لبه خو خسته خپل مقابیا ورکو او اوس زه د دعا د لپاره خاص کوم حضرت مولانا عبد الصبور صاحب ته چې هغه اختتامی دعا وفرمي اللهم امين الحمد لله رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا ايمانا كاملا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكرنا ولا تمكر علينا اللهم اعنا ولا تعن علينا اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا واجمع بين كلمتنا واهدنا سبل السلام اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يسر علينا كل ساعة فإنك ميسر لكل عسير وأنت بالإجابة جدير يا الله تلقنا هنا وما فرمي قبل فضل كرم من طول مسلمان نظر شامل حال وساتي حضرت محترم قاری صاحب دامت برکاتهم چدا کم پروگرام اکڑو ملگرو دا پارے کم استری استمانے اکڑو یا اللہ دی تبدی من اخبر رضا نصیب و فرمائے دخپل مشرانو پا نقش قدم مانی دے غیر طریقہ سنبالا ولو یا اللہ پیغی کی توفیق رفیق و ساتھی دی مشرانو دی بخبلہ دی اولاد یا دی حاضری مجمع مشران دی بخبلہ دی اولاد یا اللہ پدی طول کی زمان دا معاون شی قدم قدم مانی یا اللہ موسر اخبر رحمتنا شامل حال کی ہر مشکل محل کی ہر خیر کی محیسی نصیبہ کی ہر شر نپناہ کی دا حاضر مجلس سمر من محبت سرا وشو پدی بانی من طول تخبر رضا نصیبہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یو یو فیل یو یو قول یو یو عمل یو یو حدیث یو یو سنت یا اللہ دیگی اہمیت من پرونے کی پیدا کی متبیغی عمل کو آسان کی یا اللہ متبیغی عمل کو آسان کی زمونتا والدین اساتذہ و بچان صحیح دین دار کی صحیح دا قرآن و حدیث و لجر کی نیک خلق سر مناست جوڑ کی صحبت الصالحین مجلس الصالحین منصیب کی وصل اللہ تبارک وتعالى على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.